يعني ما حدا بيقدر يتوقع مسار المحكمة كيف يعني النهاية. أنا آمن أنه رح يصدر حكم بحقه، لكن المسألة بتعتمد أول شيء على الدفاع، كيف شو استراتيجية الدفاع. معلوماتنا أنه الدفاع المحامين الدفاع عنه من النوع اللي ممكن يخلقوا مشاكل، يحاولوا التسويف أو خلق عراقيل أمام المحكمة أو إشكالات. مبدئيا الامور ماشيه باعتقادي انه خلال هالسنه ممكن يصدر الحكم. العدد شود لانه مو مثل محاكمه انور رسلان ما فيها العدد الكبير، في ضحايا 9 على ما اعتقد، ممكن يكون في شود خبراء او من البوليس او من المنظمات تقدم شهادتها. فبتوقع انه نحن هلا حسب معلوماتنا انه اول الشود المدعين راح يكون بآدار. المحكمة أخذ سرعة، كل أسبوع في جلسة أو جلستين حاطين الجدول لآدار هنين، وبالتالي نتأمل أنه يصدر الحكم خلال هالسنة، ما يتأخر عن السنة إذا مو قبل. المحكمة برمزيتها أنه هذا طبيب جزء من بيأكد أنه هالنظام هو ما شخص، هالجرائم اللي عم تتلاحق هون ولا هون هي ما جرائم شخص ارتكبها هون ولا هون، هي جرائم ضمن هيكلية كاملة لعصابة سيطرت على مقدرات دولة وسخرت كل أدوات الدولة لتقتل وتدمر سوريا وتقتل الشعب السوري، وتقتل أساسا قبل الثورة السورية تقتل مطالب إحساس الشعب السوري بالكرامة والحرية. وبالتالي اللي عم يصير هون هو بدين بالنهاية كل المنظومة، كل الآلية، كل المنهجية بجرائم ضد الإنسانية اللي ارتكبت بسوريا عبر كل أدوات القتل اللي وضع النظام واستخدمها لقتل السوريين. أكيد نحن نعمل مع منظمات أخرى ليس فأحدنا، لكن نحن نعمل مع مدعين عامين في هولندا، في بلجيكا، في النمسا، في السويد، في سويسرا على قضايا، ونأمل أنه يصير في توقيفات قريبة ويكون في محاكمات قريبة في هذه الدول وغيرها من الدول.